السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندوزو معايا الروتين ديال نهار السبت. المهم فطرت، طيبت الفطور وفطر دروكا، قلبت الثلاجة هادشي اللي بقى لي ديال الخضرة، شوية اللوبيا، شوية خيزو، سلام مغيشة، شوية الربيع، غندير بيهم واحد المريقة وشوية دجاج غنتسنى يرطب، غندير واحد المريقة وعاد نخرج نتقدى ديك الساعة الخضرة اللي خاصاني. المهم نحيدو بعدا الخضرة اللي بقات في الثلاجة، غنشوفو الخضرة الأخرى. يلا البنات تبعو معايا. نقرد شوية البصلة، ندير واحد المريقة، ندير الدجاج، ديك الخضرة اللي بقات لينا مغديش، منبقاو نشريو الخضرة، كتبقى في التلاجة حتى تضيع وتتخسر، كنا مستافدين منها ما والو، مكاينش باش يكون ضايع. أجل ندير داك قياسكم، يعني ما تبقاوش ديروا اكثر من جهدكم. هذا هو الروتين ديالي، زعما ما فيه طيب ديال الدجاج بقى ليا غادي نصبو، انا غير انا وراجلي وليدي صغير ما كياكلش بزاف، كندير غير قياسي. انا بالماء الطبيعي الدجاج نقرد الخضرة ديالي، شكون اللي تدبكي البصلة ديالي؟ انا تدبكيني بزاف مغنقدش عليها. غناخد شوية خيزو تا هو، صباح من فقط غسلت داك الغسول ديالي اللي وريتكم. انا خدامه كنجرب فيه دابا، هو الحقيقه ملي كتوصلي ملي كتحسي بالبو ديالك نقي، تحسي بواحد الراحه في وجهك، يعني زوينه البنات. هذا حد الساعه ما كاين حتى اعراض في جانبيه ولا شي حاجه، زعما زوين. شكون اللي البنات تا هي ملي بغيت نكرد خيزو كيبقى لها هادشي، ما كيجينيش مقاد ما عرفتش علاش، كنبقى نكرد فيه. المهم معليش كلشي غيطيب. ان شاء الله غندير واحد المواضيع زوينين الا قبل الولادة، و يعني حنت انا درت واحد التجربة خايبة في الولادة الاولى ديالي، مات ليا البنت ديالي في 8 شهور، يعني ولات عندي تجربة في الولادة بزاف. المرة الثانية ملي حملت يعني خديت بزاف ديال الاحتياطات، و كنلاحظ بان ماشي غير انا بوحدي، يعني كاينين الناس بزاف دابا اللي عندهم مشكل في الولادة،
كان حتى الوجع، الوجع البنات ما بقاش كيجي في خيط الولاده، ما عرفتش علاش، واش من الاكل اللي كناكلو، واش من يعني ما عرفتش، كاينين مشاكل بزاف. انا قريت بزاف على هادشي ديال الولاده، حيتاش يعني دازت من عندي واحد التجربه المؤلمه، من بعدها صافي يعني جلست نضرب بمعنى الكلمه الولاده، لدرجه انني خرجت من الخدمه ديالي، ما بقيتش خدامه على قبل باش نرتاح، حيتاش الطونسيو كان كيطلع ليا بزاف فاش كنكون حامله. صافي جلست باش نولد ونقابل ولدي، بعدا جات على الفكره دابا ديال انني ندير اليوتيوب. سمي الله يحسن الاوان، انا غير كاريه، انا وراجلي كنتحاربو مع الزمان وما عندي لا دار لا دوار. يلا كان يلا باجي حياتنا، يلا يلا كنأسسو فيها مدين، كنديرو شويه خيزو رقيق. المهم الى بغيتو هاد المواضيع ندو فيها ديال الولاده، بالنسبه لي حاملات، بالنسبه لي يعني باغو ياخدو فكره على الولاده، خليوها ليا في لي كومونتير، انا يعني غنشارك معكم التجربه ديالي ونعطيكم افكار ونصائح كيفاش تتعاملوا مع ولدكم الى كبر، زعما الى ولدت انا باقي ولدي ما كبرش، زعما الى ولدت كيفاش تتعاملوا معاه، اشنو هما الاخطاء اللي تحت فيها دابا مع ولدي مني ولدتو، درت شي اخطاء ندمت عليهم الحقيقه، ما نبغيكمش تطيحوا فيهم لانكم غادي تعذبوا، المراه هي اللي كتعذب، كذب عليكم الكذاب، المراه هي اللي كتعذب، هي اللي كتمحل، يعني انا ما نبغيكمش تطيحوا في الاخطاء اللي تحت فيهم، حيتاش انا المراه الجايه ما غنطيحش في نفس الاخطاء الى زعما كتب ليا وزعما حمل الثاني. هو التجربة ديالي في كاع التشهر ديال الولادة، واللي حامل الله يكمل عليها بخير، الله يفكو حيلها بخير ان شاء الله بالدرية الصالحة. صافي كيف كتشوفو تاع هاد الخضرة، ونتسنى على الدجاج ديالي بين ما يرطب باش نشحرو مع البصلة و التومة، شوية الربيع و الضبزيرة و داكشي كيف كتعرفو، راه كاع تبارك الله العيالات المغربيين كيعرفو يطيبو. واش نتوما البنات تيجيكم خيزو هكا طرب كبير و طرب صغير و طرب ماعرف، ماعرفش يمكن انا ماعرفاش لاستيس بالضبط كيفاش كيبقى انا كما مشى انا الخيزو هكا طلق عليا ما قريت باش يتحيد ليا داك القلب ديالو دغيا. المهم نقي الخضره ونرجع معكم، نمشي نخمل الدار ونجيروها ليا بالالعاب وداكشي. ها هو الدجاج اللي كتشوفو جاي تحلى، شفتو جاي تحلى، غندير ليه الزيرة اللي قررت وصلتها شوية الربيع، انا الربيع ما كنديرو حتى الاخر. دابا غندير شوية الملح في شوية بنات، كنت غندير المسيا شوية يعني ما نفكرش، بالنسبة للمسيا دابا نوريكم كيفاش دير الريح، هي رخاص الحار البلدي، غنوريكم الطريقة ديال المسيا. غندير شوية د الخرفوف، شوية ديال الزريات، شوية ديال الكنكير،
في البال دابا الزعفران ديال اللي ما بغاش ما يديروش صافي تخلطوا هادشي شويه مزيان درت الماطيشة كيف كتحكي درت شوية في المدرسة ديال الثومة ونخليه مزيان ندوز عليه شوية المسير ومن يتقلى ندير ليه الخضيرة ونرويه ونخليه يطيب على خاطرو ونتلاقاو من بعد. رجعت البنات خليت طفيت على الكوكوت وخرجت نتغدى مع ولدي فاق ولقيتها كانت نظيفه خاصني نمشي نخرج حيت السوق تيسالي مع ديك الجوج هكاك يعني خاصني نخرج نتغدى للسيمانه. ملي كنكون كنتغدى الخضره النهار ديال المقديه وداك الشيء ما كانعجنش خديت واحد الخبزه هاي كيف كتشوفوا ديال القمح كيبيعوا يعني كبيره 60 ريال خديتها. المهم مشيت خديت الخضره خديت اللحم كيلو ديال اللحم خديت واحد 300 ريال ديال الكفته الدجاج ما لقيتش مول الدجاج ما عرفتش تنعاود نمشي عاوتاني ونشوف الا كاين. خديت الليمون مندارين ها هو زوين كيف كتشوفوا البنات 50 ريال. لقيت واحد الكروطه عند واحد الخدام كيقول كلشي 60 ريال خديت شي فلورا شي فلورا ب 60 ريال خديت خيزو 60 ريال حتى هو ها هو خيزو زوين وخديت البسباس كذلك 60 ريال خديت البطاطا 60 ريال خديت مطيشة حتى هي 60 ريال القوق داير البنات 240 وجبانة 360 خديتهم في كيلو في كيلو خديت شوية الكريميزات وداك مول الكرمه فقد عنده واحد الدرقه كيعطيني منها عطاني منها زوينه البنات الشهر و تندير بها شي وصفه. خديت التفاح داير 240 خديت غير نص كيلو العنب داير 5 دراهم البنان موسكاده داير 140 حتى هو زوين. المهم هادشي اللي تخديت الدجاج تنشوف من بعد المهم هادشي اللي لقيت انا تخديتو وانت نتسنى الكوكوت يطيب ليا الغدا دغيا و الا خرجت في العشيه راه غادي تمشيو معايا ولا غادي تشوفوا الفطار غادي تكونوا معايا. المهم كنشوف اش غادي نديروا في العشيه ان شاء الله باش غادي نكملوا هذا الروتين يلا نتلاقاو. المهم البنات غادي نسالي الروتين هنايا اسمحوا ليا حيت جا عندي جات عندي عمتي وواحد صاحبتي وتحيه ليهم من هذا المنبر. المهم ما بقيتش ساليت يلا غسلنا المعان وجمعنا عاوتاني الروينه. المهم ما بقيتش ساليت ولدي يلا نعس ليا دابا ويلا بغيت نطرف الدنيا ونمشي حتى انا نعس. ايوا نتمنى يعجبكم الروتين ديالي واخا ما كملناهش مره اخرى ان شاء الله وما تنسوش تابوناو وديروا لايك البنات وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله يلا باي باي.